حفل ضخم احتفل فيه حمو بيكا بولادة بنته تاج، فنشر على حسابه في انستجرام صور من العقيقة وعلق: اللهم اجعلها من الصالحين المصلحين البارين بوالديهم، واجعلها من أوليائك وخاصتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلها من حراس الدنيا ومن الذاكرين والمذكورين، واللهم ارزقها جمال الخلق والخلق وقوة الدين والبدن وسعادة الدنيا والآخرة. وجت تعليقات جمهوره مستاءة من المبالغة في الاحتفال ومن كمية الذهب اللي زوجته لابساه، فكتبت إحدى المتابعات: إيه الذهب الأوفر ده؟ وكتبت متابعة تانية: ما شاء الله، غويشة من بتوعك هيحلوا مشاكل حياتي. ونشر حمو بيكا صورة من الهدايا اللي تلقاها وكتب: شكرا لكل واحد جنى ورني في أسبوع بنتي الأميرة تاج حمو بيكا، وربنا يقدرني ورد الجمايل دي. وكمان نشر فيديو من الاحتفال مع زوجته. الجدير بالذكر انه في خلاف بينه وبين حسن شاكوش بسبب عدم دعوة حمو بيكا ليه في العقيقة، فخرج شاكوش في لايف على انستجرام بيتكلم عن غيرة حمو بيكا منه.